السلام عليكم. بعد ما عبرت الأستاذة شيكيرين على رأيها في شخص علي بالحاج، لقات هجوم كبير مرة أخرى للأسف، لكن هذه المرة من طرف زعماء أهل الحق الإسلاميين. فيهم من قال بلي المازدا كان عنده الحق وراجل ما يتشراش وما غلطش فيها، وفيهم واحد حتى بغى يتهمها زورا بأكل أموال الناس. الحمد لله كان كاين معتقل سابق شهد شهادة حق وقال بلي هذه المرأة كانت تصرف من مالها على المعتقلة، طبعا مع أساتذة آخرين اللي ممكن حتى ما تعرفوش أسماواتهم، وربي يجازيهم ويجازي كل واحد على حسب نيته. بالخصوص بعد الاعتقال تاع علي بالحاج، قال لك رسالة ربانية وترد على أعداء الشيخ وكذا، كيما نهار تكلم مخيوبة على كريم طابو، خرج المازدا والأتباع نتاعو يقول لك بلي راهم باغين يعتقلوه، باغين يباصيو طابو، وهذا فقط لتهيج العاطفة كما كانوا زمان. تكبير الله أكبر علي بالحاج. فيديو هذا ليس دفاعا عن شيكيرين، ولكن فقط باش نشوفوا الديمقراطية الزائفة التي نبحث عنها. لما زحاف أو شيكيرين أو أي إنسان آخر ينتقد واحد إسلامي تثور ثائرتهم ويبدأوا فلان راجل ميتشراش وعنوان الثبات والبارومات وعشرات إن لم أقل مئات المناشير تاع كوبي كولي تلقاها بيبلي أن بو بارتو. ومن الجهة الأخرى كذلك لما يهدر أوساط في معطوب ولا زغيلش في سعدي تلقى الآلاف من المنتفضين ضدهم لأنهم فقط بدوا رأيهم. واليوم قررت أني أمشي عكس التيار. نعم دافعت على حق علي بالحاج في المواطن والتعبد مثله مثل كل جزائري، بالخصوص لما نشوفه نزار يجي في الطائرة الرئاسية ما جاياش تمنع شيباني من الصلاة. على بالي الهدف تاع علي بالحاج هو التجمع بالناس وإلقاء الخطب، لكن لا نستطيع أن نحكم على الجرم قبل فعله. خليه يصلي ورفده إذا بغى يدير خطبة، مشي ترفده قبل الصلاة، رفده وتسخيرة راهي كاينة. لكن أيضا دفاعنا على هذه الشخصية المثيرة للجدل لا يعني أبدا الكذب والتدليس مثل ما يفعل الكثير هذه الأيام. مشي راح نجبد لكم الفيديوهات القديمة اللي راكم كاملين شفتوهم، ولا ينكر دعوته إلى حمل السلاح وغلوه المدفوع بالكثرة بالنشوة تعرنا بزاف إلا مدلس، مع احترامي لبعض الأشخاص لأنهم إما معمي عن قلوبهم بسبب حبهم الشديد لهذا الشخص والحب أعمى مثل ما يقال، أو كاذبهم مثل الدجال سيطوت وخاوتو اللي في الحقيقة هم يعملون عمل الشياطين، ويجي في منشور يزكي بالحاج ويقول لك بأنه في صفات الأنبياء. مثل ما قلت مشي راح نرجع للماضي لأنه مفروغ منه، ومشي راح نحمل المسؤولية على ظهره وحده، وإنما هي مشتركة ما بين الإسلاميين والعسكر على حد سواء، مع أفضلية لعلي بالحاج اللي كانت عنده الشجاعة يقول لك روحوا نتحاسبوا، على حساب الجنرالات اللي يقول لك ما تكلمش ويسلط عليك مادة مجحفة تديرك أمام المسائل القانونية إذا تكلمت. بالطبع القول بأنه الفيس ما دعاش إلى حمل السلاح كذب، اللي يقول بأنه الفيس كانت عنده أغلبية البلديات وعلاش يدعو أصلا لحمل السلاح، نقول له كاين فيديوهات علي بن حجر أحد قيادي الفيس اللي يدعو فيه إلى الجهاد. يعني كان دفاعنا هو جهاد في سبيل الله، يعني notre lutte c'était le djihad pour Dieu. قال وما لكم il a dit aussi pourquoi ne vous battez-vous pas pour aider les plus faibles les femmes les hommes les enfants المستضعفين من هذه الأمة. علي بن حجر est un ancien instituteur. Candidat du fils aux législatives, il est arrêté après l'annulation des élections. À sa sortie de prison, il monte au maquis. Il va y rester 7 ans. Donc, vous avez rejoint le groupe armé qui était important à Médéa. Oui, c'était le GIA. Il y avait un groupe armé. C'était celui du Cheikh Hatayan. Et il était affilié au groupe appelé GIA. راح تقول لي بعد الانقلاب ومظلومون و دخلوهم للسجن ورسلوهم للمحتشدات، c'est une autre paire de manches. لكن القول بعدم التحريض على القتال كذب. ايضا هناك مغالطه هي انه الفيس كانت اغلبيه الجزائريين مع الفيس، كذبه. الفيس كانت عنده اغلبيه الاصوات المعبر عنها 3 ملايين و200 الف جزائري من اصل 13 مليون و200 الف اللي كانوا مسجلين في القوائم الانتخابيه، معناتها نسبة المقاطعة كانت أكبر من 59% من الجزائريين. 7 ملايين و 800 ألف جزائري ما راحوش الانتخاب، وعلى هذا نهار اللي خرجوا الناس اللي حسوا بخطورة الموقف
انقلبت الموازين ويجي امثال خط تالي يقول لك لا وايد احمد وقف مع العسكر. ما كاش منها يا جماعه. ايد احمد ربي يرحمه عمره ولا وقف مع العسكر نزار. سيتي ايتوني كجي با اكسبتي دتر شيف دو ليتا اي تومبي دي نو بونسي كو سي با كومون كومون رفوزي دتر دتر اونوري مي جي في اتر كوم سا جي جي في افاليزي توت لور ديسيزيون توت لور بوليتيك توت توت لور ماساكر توت توت لي ايفي دو ديستركسيون et de déshonneur de, la, de notre pays. والمواقف تاعو كلها كانت مشرفه ربي يرحمه. مهري كذلك وسليمان عميرات وغيرهم ممن عايشوا هذه الفتره. كانت ناس خايفه. ناس طول عمرها عايشه في نمط حياه معين. بين ليله وضحاها شافت شيء ما شافوهش. التغيير ما حدثش ما في 10 سنوات ولا في 20 سنه. ما بين 88 89 90 الجزائري ما ولاش يلبس جزائري. وحتى الناس اللي ما تبدلتش كانوا تحت لابريسيون. لا اقول التهديد وانما كانوا كاينين فيه ناس يمارسوا في الدعوه في الشوارع ويدعوا الناس الى التغيير. نرجع الى النتائج. الفيس فاز بسبب القطيعه بسبب عدم المشاركه ولا بغيرها ما يهمش. هذه هي اللعبه الديمقراطيه اللي كان لازم على العسكر احترامها. واش كان راح يكون وضع البلاد فيما بعد؟ قلت واكرر ما نجموش نحكموا على الحاجه قبل ما تصرى. القانون الوضعي والقانون الالهي يحاسب على الجرم ماشي على نيه القيام بالجرم. وحتى ولو كانت كاينه بوادر واضحه للتوجه نحو افغانه الجزائر ماشي من حقي ولا من حق اي انسان يقول بانه خالد نزار انقذ الجمهوريه. وراكم شفتوا الضريبه المدفوعه كيفاش دايره. هل كانت رايحه قياده الفيس تنحى اذا بغى الشعب يبدلهم بعد ما يديوا الحكم علما بانه علي بالحاج قال بلي احنا نكفروا بالديمقراطيه نكفروا بالتعدديه واللي يحكم بكتاب الله وعلاش نحوه علاش نبدلوه؟ هل كانت رايحه تكون ضريبه تنحيتهم اكبر اذا كانوا ما حكموش والضريبه كانت 200,000؟ كون حكموا وتشبثوا في مفاصل الدوله وتحكموا في بعض اركان الجيش واش كان راح يصرى؟ الله اعلم. لكن اللي نعرفه الان ما كانش اللي يجي يكذب علينا فيه. هل الفيس كان عنده جناح عسكري؟ نعم لاياس عسكر موازي لعسكر نظامي. Certains éléments du FIS, désormais clandestins, ont créé l'AIS, l'armée islamique du salut. Des cassettes de propagande circulent sous le manteau pour enrôler les jeunes. ونصرنا على هذه الطاغوت ان شاء الله. هل الجيه خالقه المخابرات؟ كذب. الجيه مجموعات مسلحه اخرى تم اختراقها من طرف المخابرات. والدليل هو علي بن حجر وغيرهم كثر اللي كانوا في قياده الفيس وانضموا لهذا التنظيم. بصح باه يجي اليوم انور هدام ولا غيره يكذب على التاريخ وهو بالامس في مؤتمر روما كان يتكلم بالجيش الاسلامي؟ ما يمكنش. pour une juste cause. Ceci étant dit, dans le Front islamique du salut et nos frères les Moudjahidines, les combattants de la liberté, nous avons toujours dit que la lutte armée n'est pas une fin en soi-même, mais c'est un moyen. Adam, je le contacte avec lui, tout de suite il m'a posé le problème. de l'armée, il m'a dit, vous savez, si aussi nous avons une armée. Et il faut trouver le moyen d'intégrer cette armée. Alors, bon, moi je suis très gentil, mais quand il s'agit de principe, je me suis mis en colère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a déjà une armée, ça fait 40 ans qu'elle détruit notre pays. Moi, je peux créer une armée, je peux vous jurer que je peux armer 1 million d'hommes. C'est parce que nous ne voulons pas que l'engrenage des tueries... Alors, s'il vous plaît, ne posez pas ce problème. La première chose qu'on a obtenue, en général, tout le monde a obtenu à la table, c'était écoutez, vis-à-vis du fils, c'était écoutez, cessez de faire les victimes, parce que vous avez aussi vos fautes.
Et on racontait toutes les fautes du fils, etc. Même avant les élections, la violence et tout ça, d'un côté. Et puis, c'est arrêté de nous parler, parce que le fils tablait beaucoup sur la reprise du processus de 91. Alors là, ça a été tout de suite, la première concession du fils, ça a été d'accord. Alors, 91, terminé, point, fini, on recommence. Et ça, c'était important politiquement, parce qu'eux, ils disaient, on repart du deuxième tour. Et non, les amis, on remet tout à zéro. إنصافا للتاريخ أيضا، بالرغم من مسؤولية زروال في الجرائم المرتكبة في فترة توليه للحكم في الرمكة والرايس وبن طلحة والاختطافات، إلا أنه كان باغي، كانت عنده نية في التفاوض مع قيادات الفيس المسجونة آنذاك، إلا أن الدولة العامقة كانوا يديروا له في باطون دون ليغون، وكاينة شهادات حتى من داخل النظام تقر بذلك على غرار شهادة رضا مالك وسيد أحمد الغزالي وغيره. الفيس أخطأ في التعامل مع شادلي وحمروش واعتبرهم على أنهم أعداء في غمرة الانتصار والكثرة، مثل ما احنا تعاملنا مع الوضع في الحراك، ما كاش تفاوض وما كاش انتخابات، واش كاين؟ نقارعوا الزيت وتيجي في البوطي مثلا. المهم، هذه فترة زمنية أخطاؤها مطوية بحكم عدم وجود لجنة حقيقة وعدالة. لما نقول مطوية ما معنتهاش منسية، مستحيل، لأنه مشي من حقي ولا من حق بوتفليقة ولا من حق أي إنسان في الدنيا يقول لأم أمين ولا لأم عزيز ولا لأم مصطفى فرحاتي ربي يرحمها أنساي. لا يمكن أيضا أن أقول لابنة الجلال اليابس على سبيل المثال أنساي. مطوية باندين، لأنه لا توجد عدالة مستقلة ولا توجد رغبة في قول الحقائق، لا من طرف الدولة ولا من طرف الجبهة، اللي بالرغم من تصريح علي بالحاج باستعداده للمواجهة تلقى ناس يكذبوا على حقائق مسجلة. نعاود نفتح قوس، لا أحد ينكر بأن النظام بادر بالعنف ككل مرة، متفاهمين؟ وأوجه دعوة مفتوحة لأي إنسان يريد مناقشة هذا الموضوع، وكنت متمني نشوف لقاء هدام مع مجاهد لكن ألغي في آخر لحظة. طبعا ما كانش راح يكون لقاء يقول كل الحقيقة، لكن على الأقل نستطيع استنباط بعضها من تعابير صريحة وغير صريحة. أرجع إلى الأهم بالنسبة لي، هو هل تغير علي بالحاج حقيقة مثل ما يدعي هو والأدعية نتاعو؟ لا نقدر أن نشق على صدره، لكن نعرف مواقف حديثة نحللها وبناء عليها نبني تصور على ماهية الشخص. أول شيء، البراء والولاء، بعبارة أخرى كذب مزوق. هاد الناس عندهم عقلية حماري ولا عود الناس، طبعا كاين ناس أخرين تاني أيضا عندهم نفس العقلية، لكن موضوعنا اليوم هادو مشي ناس آخرين. مثلا تتذكروا حادثة علي جدي وما أحدثته من جلبة، بالنسبة ليهم طبعا حتى ولو أخطأ يبقى الشيخ الذي دخل للسجن وعدب و و و، كذلك بوخمخم من بعده وعبد القادر دهبي وأخيرا حسن العريبي، اللي شفنا حتى علي بالحاج كان بغي يروح يحضر الجنازة تاعو، بالرغم من أنه نعرفه بأنه توفيقي بامتياز، ونعرفه المواقف تاعو بالخصوص الغدرة اللي كانت سبب من الأسباب اللي أدت إلى مقتل محمد تامل ربي يرحمه. أم أمين مثلا اللي طالما تهجمت على العربي ولها كل الحق في ذلك، هل تقدر تقول على علي بالحاج علاش يروح عندها كذا شخص؟ ثانيا، الشعبوية، علي بالحاج هو أبو الشعبوية بامتياز، حتى قبل زيتوت يمارس الرقمجة باحترافية شديدة يا جماعة. علي بالحاج ما يغضبش لافول سواء أتباعه ولا غيرهم، شوفوا هذا الموقف المتباين في طريقة التعامل مع العلمانيين مثلا. أنصح غدا إن شاء الله الإسلامي والعلماني واليساري ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ما يتناقشوش في الأمور الفكرية، المهم يذهب هذا النظام، لأن هذا النظام يريد سوءا بالجميع. وهؤلاء العلمانيون، النخبة العلمانية، عبارة عن ناس يحتقرون شعوبهم. حتى كيحبوا يتناقشوا قال اسمع اليوم نحيوا العصابة، نكملوا على العصابة. هؤلاء عندهم سند من الطواغيت الداخليين، حتى الحكام معهم. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه النخبة العلمانية رانا نقولهم ستدفع الشعوب إلى التطاحن. هذا الآن رام بيولدوا الناس خلافات داخل الحراك، واحد يقول له كذا واحد، أرض الناس كلها أحرار. شعب الجزائري هكذا أصبح عندكم يعني هين لين تلعبوا عليه. وهو من مروجي حكاية مشي وقتها،
بدلا من الدعوة إلى الحوار وإبداء الرأي والرأي الآخر، يدعو إلى عدم الخوض في نقاشات على طريقة زيتوت وغيرهم ممن لا يملكون الحجة. وهنا نفهمه علاش رفض دعوة زغيلاش، دعوتي لما كان عبد الحميد ربي يرحمه حي، ودعوة محمد خواني في سنوات من قبل. ثالثا، التمثيل واستخدامه للعاطفة. علي بالحاج في يوم من الأيام، يوم 15 أكتوبر ولا نوفمبر، يدير فيديو تتراوده كل الصفحات على أنه على فراش المرض. أنا قلت هذه وصية واحد يحتضر، ما تعرف يصحى ولا ما يصحاش. يوم 16 يخرج خبر من الصفحة الرسمية والصفحات التي نشرت الفيديو بالأمس، اعتقال الشيخ علي بالحاج وهو متوجه إلى جنازة مخمخم. واحدة من زوج، إما راك مريض وتموت، ما كانش أصلا يحق لك أن تخرج وتعرض نفسك للاعتقال والبهدلة وأنت في هكذا وضع، وإما أنك ما راكش مريض لهذه الدرجة، وبالتالي الفيديو كان استعطاف مسكين. في نفس السياق يدير فيديو آخر وهو مريض كما راح نوريكم، بعدها بلحظات خلوا الموتور يولي إنسان آخر. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ربي يسر وأعن. A few moments later. قليعة جديدة، هذا تحول في تاريخ الصراع، تحول فريد من نوعه، من لم يكن فيه رجلا ثابتا يحتسب لله عز وجل وينتصر للحق. هؤلاء يعني يهود، رأينا يهود في بريطانيا، هؤلاء حراس، حراس لذلك الكيان الصهيوني، حراس. أختم بهذا، والله موفق وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وكما قلت سابقا، ما يبغيش يخلي فرصة تفوت إلا ويركبها ويحاول يستغلها إعلاميا. قادرة تكون مفهومة لو أنه وضعه الصحي كان يسمح، لكن به إنسان في السبعينات يدير هكذا أفعال، أنا نشوف فيه نكاز آخر. يوم اعتقال طرطاق والتوفيق واللي معاهم يحمل لك بلاكا ويقول لك راني رايح ندير مسيرة على الأقدام إلى السجن العسكري. أولا هما ما يخلوكش تروح من حي البدر إلى مسجد لابروفال، كيفاش بغيتهم يخلوك تدير مسيرة ممكن يلتحقوا بك العشرات المئات فوار دي ميليي، بالخصوص في وضع استثنائي مثل الحراك. ثانيا، إذا خلاوك فالأكيد أنه صحتك مش راح تسمح لك، وهي نفس حكاية أن نروح نحتج أمام سفر الأمريكية وغيرها من السفارات في وقت الحراك. الهدف واضح وضوح الشمس، سيد لابروفوكاسيون يا جماعة. وبالطبع الشيء اللي يتعرض ليه إجرام، ليزارم لوك اللي يديروهم له ما يتحملهمش حتى الشباب، وعشرات الفيديوهات توثق ذلك. لا بروف نهار اللي كسروا له رجله، المجرم رشيد البويري في مره من المرات كان باغي يرسل عليه بديركت، كان راح يكمل معاه لولا تدخل بعض العناصر. باش تدي واحد في عمره تبقى نهار كامل وتدور به، ومن بعد تحطه من جيت ستات تاع 5 جويي وتخليه وحده في البيريف، عيب كبير. نعرفوا بلي قاوم، نعرفوا بلي يحاول في كل مره، بصح راك خالص على الشيء اللي راك دير فيه، اللي الخدمه اللي من المفروض ديرها هي حمايته ومنعه، بصح الضرب نتاعو حقره. نقطه اخرى واهم نقطه بالنسبه ليا، اللي هي حكايه طرف تونسيه، معناه بانه هاد الناس ماشي رايحين يتبدلوا ومستعدين يتفاوضوا على كل شيء. هذا كان رد على مطالبه المغاربه بتندوف، المغرب اللي في يوم من الايام كان يمول عملياتهم الارهابيه، ولما نقول عملياتهم ليس بالضروره علي بالحاج، لكن ناس تابعين ليه، وإلى يومنا ما زالوا حباب وصحاب. كنت نقول المغرب كان يقدم الحماية لأشخاص يمثلوا خطر على البلاد، المغرب اللي اليوم لا يزال وفيا لتقاليده القديمة تاع الغدر. وهنا الناس بدلا من أنهم يقولوا بأن هذه الأرض مسقية للشهداء ولن نفرط في حتى شبر، يقول لك الطارف وتندوف وما نعرف واش، حتى تتيقن بأنهم يمكن يتفاوضوا على أي شيء من أجل الوصول إلى السلطة. هذا كان رأيي الشخصي الذي لا ألزم به أحدا حول أكثر شخصية مثيرة للجدل في الجزائر، ولا أزال وفيا لطرحي السابق. إذا كان النظام يعتبر علي بالحاج خطر، علاه ما صفاش مثل ما صفح الشاني؟ هذا إذا اعتبرنا بأن النظام صفح الشاني، طبعا لأن التسويات كانت تجري حتى ما بين الإسلاميين في حدتهم، مثل مقتل محمد سعيد وعبد الرزاق رجام على يد جماعة زيتوني
اللي هو أيضا قتل على يد جماعة علي بن حجر فيما بعد. وممكن جدا أنه كان فصيل من الإسلاميين يرفض الاستسلام، وحشاني ربي يرحمه كان رايح يمضي حسب قول أحد المقربين منه، مما أدى إلى تصويته. وهذه تبقى مجرد تخمينات، خصوصا أنه لو ترجعوا إلى فيديو زيتوت مع رابح كبير وين يقول له على تهبطوا من الجبل هل جبنتم، وهو نفس موقفه الآن اللي يقول لك وعلاش تحبسوا الحراك ولماذا يتوقف الحراك هل جبنتم ولا بعتم، وهو ما شارك لا في الجبل ولا في الحراك غير باللسان والتش، يبغي كوموندي في الناس من بريطانيا، وهو على الأرجح نفس طرح جماعة دهينة اللي كانوا في الخارج آنذاك. كما أن النظام في ذاك الوقت كان يريد أن يمشي في خارطة الطريق اللي راه مسطرها. قتل الحشاني في هذا الوقت بالذات يصعب من المأمورية، وحتى اللي باغين يسنيو راحين يتراجعوا لما يشوفوا صاحبهم يقتل. على هذا تبقى فرضية قتل الحشاني من طرف أصحابه واردة والله أعلم. وحتى طرح الناس اللي يقول لك النظام ما كانش قادر يقتل علي بالحاج لأنه كان في السجن من جهة، ولأنه مسؤولية النظام أمام العالم كبيرة، هذا الطرح غير قائم لسببين. هو أنه النظام اللي قتل بوضيف أمام العالم مستعد يقتل أي إنسان في حرب ضد الإرهاب اللي ادى الموافقة المبدئية نتاعها من عند فرنسا أولا والعالم ثانيا. والسبب الثاني هو أنه التخلص من علي بالحاج كان قادر يلقى له ألف سبة، كما لقاو أسباب اللي داروهم محمد تمالت ربي يرحمه. الإبقاء على علي بالحاج للتذكير بحقبة زمنية سوداء، البعبع الذي يخيف الجميع، يبقى طرح البعض. آخرون يذهبون إلى أبعد من ذلك، هو شراكة بالحاج مع النظام وأنه صنيعته، وهو طرح مستبعد. لكن ما تشوفوش معايا باللي تحركات هذا النكاز الديني ترضي النظام في الوقت اللي يخرج فيه شنقريحة مثلا يخاطب العالم بنبرة التطرف الديني. شنقريحة لما يجي يخطب راش يخطب عليكم انتوما ولا عليا انا، يوم ما يسمعوش بينا اصلا راهم يخطبوا لسيادهم. ما تشوفوش باللي لا سيبل الاسهل في العالم اجمع هما الاسلاميين، لانه ما كان حتى دوله توقف معاك ولا تعاطف معاه. ما تشوفوش باللي اخطاء سياسيه ارتكبت في التسعينات ما زالت تتكرر الى يومنا هذا ومن طرف نفس الاشخاص، ويجي السذج يقول لك لا اكتسب نضج سياسي. حتى ولو اتفقنا مع هذا الطرح، ماذا ينتظر علي بالحاج من الجنرالات وحتى من الشعب انهم يخلوه يدير السياسه مثلا؟ ما تمسخروش بينا جماعه. اون توكا انا بيرسونيلمون ا سوناج جو بريفير ايكريغ مون تيستامون مون تيمونياج جو باس بوكو بلوس دو طون افيك ما فامي على اني نلعب دور البطل في شان بيدون اي سورتو جو في باسي بوكو طون ا بريي ديو et à supplier son pardon pour toutes les bêtises que j'ai fait et pour les conneries que j'ai dit. Vous allez me dire Ali Yahya Abdennour كان يقاوم حتى في عمره اكثر من 100 سنه. En tout cas, Ali Yahya n'a pas incité les gens à porter des armes et il n'est le responsable de la mort de personne. Donc, ماشي دروك في 2023 الناس راهي في النانو تكنولوجي وتلقى الناس يهضروا على التسعينات وحنا ربحنا وحنا عندنا الاولويه، واش راكم باغيين السودان؟ واحد يهدر باسم العروبة، واحد باسم الإسلام، واحد باسم الأمازيغية، واحد مازال مع عقبة وأكسل. أو سي كوم سا كون افونس اون ريكولون. عقلية افونسي ولاريير راكم تطبقوا فيها حرفا بحرف. طبعا لما نتكلموا على علي بالحاج ليس كشخص عجوز، بعض السدج يقول لك واو شيباني ومخوف الدولة. نحن نتكلم عن كتلة سياسية وتوجه ايديولوجي موجود في الجزائر يا جماعة، علما بانه علي بالحاج يعتبر انفون دكور مقارنه مع زيتوت مع دهينة وحتى مع شباب اكثر تطرف منهم. كاين ناس يلوموه يا جماعه على ترحمه على شيرين ابو عقله، راكم تشوفوا درجه الخطوره ولا لا؟ كاين ناس تقول لك بلي رايد داعش رايد التوحيد، في المقابل نلقاو بن سديره يماهد للخطر الاسلامي لاكثر من 3 اشهر يقوده على حسابه الاسلاميين الجدد. شكون هما؟ ما على بالناش، وهو مأمور وعنده تصور مسبق من عند سيادو. طبعا ما راش يقول في هذا الكلام هباء منثورا. جبار مهنا، ناصر الجن، حسين بولحية، مجاهد، شنقريحة، طيور الجنة تاع التسعينات كاملين راهم في السلطة. فهل تعتقدون بأن كل هذا من العدم واستحقاقات رئاسية على الأبواب؟ على هذا أدعو الفرفاريين ضبط الفرفارات تاعهم لا يدخلونا فيما لا تحمد عقباه.
هؤلاء مستعدون أنهم يحرقون الأخضر واليابس، واللي رايحين يروحوا في رجلين هما أولاد الشعب. هذا رأيي اللي تحفظت عليه لزمن ممكن إرضاء عن البعض. ما تربحش العيب يا إبراهيم، ما تفتحش عليك الجبهات، الهجمات اللي تلحقك كافياتك وزيادة، لكن والأكيد أنه هذا الموقف راح يلومني عليه الكثيرون، لكن على الأقل راح يكون الضمير تاعي هاني. وما يمكنش أنك تنتقد في الشعبوية وانت تمارس فيها. يقول المثل كثرة العتاب على قدر المحبة، وأنا ليس لأني أكره هذا الشخص ولا أصحاب هذا التوجه درت هكذا تصريح، وإنما لأنه يؤلمني أن أرى نفاق البعض من أتباع هذا التيار. وما يمكنش نكذبه على أجيال كاملة إرضاء لجهة ولا لشخص، وثانيا لأني أرى الخطر المحدق اللي راه جاي واللي ربي يسترنا منه. هذا وأكرر مساندتي للأستاذة شيكيرين ضد عرايا المازدا، ضد عرايا زيتوت، ضد عرايا بالحاج، مع تحفظ بسيط على بعض الأخطاء التي وقعت فيها في سرد أحداث معينة. أنا متأكد أنها ستعتذر عليها حينما تعرف الصح، لكن إلجامها أو إلجام غيرها من إبداء آرائهم ستنجس بربر أنتي ديمقراطي، أرفضه جملة وتفصيلا. ربي يجيب الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله.